اليوم لحصة الجزائر من الشحن عبر الموانئ نسبة ضئيلة وضئيلة جدا. وقد حددت الحكومة هدفا يصل إلى 25%. اتفقت مع السيد المدير العام على العمل وفقا كل الشركاء على رفع الحصة تاعنا من الشحن إلى هذه النسبة المحددة في إطار برنامج الحكومة. كما تفضل السيد وزير النقل تطرقنا إلى خريطة العمل التي بحول الله سوف نعمل جاهدين على تفعيلها، خاصة لتطوير الموانئ الجزائرية بالبدء مع المنصة الرقمية APCS التي سوف بحول الله تسمح بتقليص وقت مكوت البضائع في الموانئ، وبالتالي تخفيض تكاليف اللوجستية